يعني هل الاول اللي انا كنت بقوله ده صح، ان مباراه السوبر في السنوات اللي فاتت او السنين الماضيه تم فصلها وتم تسويقها بشكل افضل من كل ما يحدث محليا؟ طبعا. هو لو انت عارف، انا السنه اللي فاتت او السوبر ماتش السوبر اللي فات انا كنت حاضر في الاستاد. الاستاد كان فول كاباسيتي. احنا اخر مره كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن الدوريات اللي اتطورت، وان الانفراستراكشر والبنيه التحتيه قد ايه شيء مهم. فبطوله السوبر في البطولات اللي فاتت كلها بتقام على ملاعب جاهزه، ارضيتها جاهزه، التصوير up to the standards للليفلز والمستويات الاوروبيه والعالميه، طريقه الدخول والخروج من الاستاد، ساعه الاستاد مناسبه لاقامه البطوله، الجماهير حاضرين كلهم فول كاباسيتي للملعب. فانت عندك ما يسمى بالبيئة الحاضنة المناسبة لإقامة المسابقة، وبعد كده تجاريا يجي عليها عوائد ورعاة. فمقارنة اللي بيحصل المسابقة دي بكل بالمسابقات اللي هي السنين اللي فاتت، الوضع أكيد اتغير بعد الأحداث اللي بتحصل مؤخرا. المسابقة المرة اللي فاتت زي ما كنت بقولك، كنت بتلاقي ناس كتير قوي طالعة مسافرة من مصر عشان تحضر المباراة، لأنه الملعب مناسب جدا وكل الأجواء التنظيمية مناسبة جدا. أنت عارف أن أنت لو رحت الماتش اللي هناك مع عائلتك أي مع أصدقائك مع أي كان إيه، أن أنت مش هتتعسف خالص، هتروح تستمتع كأنك رايح السينما تتفرج على فيلم حلو، وفريقك كسب هتروح مبسوط، فريقك خسر هي دي الرياضة، في نظام في قوانين حاجات كتير. هو ده بالظبط اللي حصل. يعني انا المره اللي فاتت اخر كاس سوبر رحت هناك كاني زي ما انت بتقول رايح زياره، يعني مكان ترفيهي، رايح زي بتفرج على سينما. الدخول والخروج سهل جدا. الفصل ما بين الجماهير في الدخول والخروج سهل، الروت بتاعهم الطريق بتاعهم واضح جدا وسهل جدا، في مكان تركن، في مكان تدخل منه لو انت جمهور النادي ده وجمهور النادي ده، وبتوصل للمكان الروت بتاعك بيدخلك للمكان اللي الكرسي بتاعك فيه بكل حاجة متنظمة، عارف هتقعد فين، التفاصيل كلها جاهزة. فده بيسهل كتير قوي على الأندية وعلى الجماهير الحضور، وفي نفس الوقت بيقوي من قيمة المسابقة ومن قيمة المباراة التنافسية اللي موجودة. وده اللي بيفرق وبيرجع على الأندية وعلى المنظمين بالعوائد اللي بتيجي من الرعاية.